دور دور مش سوا لا أيوة أيا رايسكم كامل جنو 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 هيا قيم جولوس جولوس أروح لهنا أروح لهنا يا وش سمعت قيم ولا جولوس تلفت لك جولوس تشي توكا أمي سنة تقرا سنة أولى سنة أولى ابتدائي مش نورمالة ابتدائي لا لا بعد ابتدائي هاي فهمي وانت يا الجابونية ابتدائي ابتدائي رابع وش راكم؟ صعبة كوتكوتي صغيرة أنا حقارة على بالكم أنا كي نشوف دلالين غير فهمتي؟ نقول لكم اليوم مرحبا بكم وأنا ما جيتش وحدي جبت معايا البورتكلي ديالي عباكم وش هو البورتكلي ديالي؟ بنتك لا جبت معايا بنتي وبنتي سمينة وأنا نظلم وراها نزرقها في الدار هيا دخلي هادي بنتي نعيط لها كوتشينا قولي لهم علاش نقول لك كوتشينا باسكو سمينة وتاني ديري لهم عبسة تاع كوتش وريها لهم وريها لهم شتو هيا قعدي تحبي تقعدي معاهم ولا تقعدي هنا عباك بلي انا ما نديش البيستون ياك على بالك كي تكوني معايا ولا يكونوا دراري تيا ماكيش بنتي ياك سقمي راحك هيا واش حبيتي تسقسوني يا اطفال اهلا بك معنا تاتا دلاله انا فرحانين كثير اليوم بوجودك معنا راح نسالوك بعض الاسئله وان شاء الله راح تجاوبين عليها بصراحه لكن قبل كل شيء راح نشوف هذا البخت خير باش نتعرف عليك اكثر داكور اطفالي الصغار مرحبا بكم في عوده المدرسه اليوم ضيفتنا من نوع خاص محبوبة لدى الجميع كبارا منا وحتى صغار مرحة أدخلت الفرحة في قلوبنا في وقت مضى من منا لا يعرف دلال رموش نجمة من نجوم السلسلة الفكاهية الفهمة علاش حكتي هاد بلاكات تاع قف بصح مكتوب قف ماشي قيفي تقمصت العديد من الأدوار أضحكت الجميع بأدوارها كما كانت تفرحنا ببطولتها الجميلة التي أسعدت كل واحد منا ما راك إلا مهبول لا تبغي من لا يحبك بمحبة وإذا حبك القمر خلي الناس تقول ويليك يا قعيقة ماما عبيت نسقسيك سقسيني يا وليدي سقسي ماما شحال شحال الساعة زيتيني؟ ما اسمعت له زيتك على الزوج تاع الصباح البز الصغير اسمع لها الزوج تاع الصباح سمحي لي يا ماما ديرو جمو غابت عن الساحة الفنية لسنوات لكن ستعود وبقوة إلى شاشة التلفزيون من جديد وكالعادة نختار لكم بعض اللقطات الجميلة هادوما هاديك من كنت لابسه الغوز وكنت ندير في الابراج هاديك كنت حامل بملك واللي كنت نغني فيها تاني بالقرقاب وتانيك بملك واش حبيتي تسقسوني هاي هي قولي لي
أرواحي إيه أرواحي هاي قولي لي هنايا واش قلتي لي؟ كي كنت صغيرة واش كنتي باغية تخرجي وكي إذا حق كي كنت صغيرة بغيت تحققي الحلم تاعك وما حققتيهش. كي كنت صغيرة واش كنت حابة كي نكبر واش ندير؟ خليتها في المكتوب ربي. ما كنتش دايرة حتى حاجة في بالي. كنت نقول ربي سطر لي حياتي واللي درتها هذيك هي. فهمتي؟ هاي انتيا. حبينا نعرفوا طابا دلال البداية تاعك مع التمثيل. البداية تاعي مع التمثيل كيفاش كانت؟ كانت عندي اختي دوكا راهي مزوجة في تونس، كانت عارضة أزياء، فهمتي؟ واختها قالت لي لا تجي معايا تروحي معايا لافواغ باسكو كان عندهم تماك لافواغ مع تاع عارضة أزياء. رحت معاها تما اكتشفني المخرج تاعي محمد صحراوي اللي نبلغ له تحية من هذا المنبر. شافني جست معاها بوندون 5 ايام، يعني 5 ايام وانا نروح معاها لافواغ. من تماك قال لاختي اختك دلال قالها شايف فيها بزاف حوايج اللي تقدر تكون ممثله. عيط لي في التليفون قال لي لو تقدر تجي عندي للدار ولا نتلاقاو في البيرو ولا. قلت له ايه. رحت لقيت الاول اللي كان العنصر الاول اللي كان معنا في الفهمه مبروك، تعرفوه مبروك؟ مبروك هذاك اللي شعرو صح. مبروك يبدا يتورني انا يخزرت فيه. قلت له لو كان غير تقول هكا وماشي هكا. المخرج واش قال لي؟ قال لي دلال البسي جبه وروحي واسي معاه. رحت واسيت معاه سكاتش، درت معاه سكاتش، ومن بعد درناه بثلاثه، ومن بعد جات الاربعاء الخميس الجمعه لقيت روحي جست على الشاشه. نط زعفت درت حاله. قلت له انا ما جيتش باش نخرج ممثله ولا جوزني في التلفزيون منها. قال لي دلال تبقاي معايا وانا اللي نطلعك وانا اللي كل حاجه. كنت نحشم ما كنتش دايره الفكره تاعي ما كانتش كاع في التمثيل، خاطش انا في الاول كنت ندير الموسيقى وكنت ندير لا دانس كلاسيك وكنت منشطه في المخيمات الصيفيه. فهمتي؟ اهي هيا. شكون الشخص اللي عمرك ما حتسامحيه ظلمك بزاف؟ انا انسانه شوفي حنينه ونسامح كل واحد، هذه هي. واللي ضرني ضر روحه وخسرني وانا ما نخسروش، هذا ما كان. شنو هي رياضه مفضله عندك؟ نعم. شنو هي رياضه مفضله عندك؟ وشنو هي؟ رياضه مفضله عندك؟ رياضه نحب الفولي مارستو، الكاراتي عندي حزام اسود ديته في 2017. هاد نحب انا الفولي بزاف. هاي زيدي. دلال هل من جديد من اعمالك الفنيه؟ اعمالي الفنيه عندي جديد، انا حلينا القناه تاعنا تاع الفهمه سميناها فهمه تي في، فيها مازال ما بديناهاش، انا هذا ون بدينا فيها. مازال عندي سؤال. راح الشخص ظلمته وراكي حابه تطلبي منه سماح امام الكاميرا؟ ما عندي حتى واحد ظلمته، او كونترير انا ظلموني وانا ما ظلمت حتى واحد. واللي ظلمني يقول اللي ظلمني انا مسامحت له، واللي ظلمته ما عنديش. هيا عطنا طاطا دلال كيفاش كانت ردت فعل والديك مع فكره التبديل ولا ضدها؟ ما كانوش ضد، باسكو والديا حنايا زوج بنات في الدار، فهمتني؟ ما عنديش اخ، ما عنديش كاع الخاوه، حنا زوج بنات في الدار، وعندي عبله ثاني اختي ثاني واحده اخرى. هذه بنت خالتي ومتربيه معانا، تسمى حنايا تربينا في العائله ثلاث بنات برك. حنا دارنا كي كنا صغار كانوا يخلوني ندير الموسيقى، يخلوني ندير لا ميوزيك، نخرج لي سواغي مع ميزامي، شغل دارنا كانوا دايرين فينا كونفيونس، وحنا ما خلناش لا كونفيونس تاعهم. لا لا انا. اول يوم اللي صمت فيه كان عندي 8 سنوات. نشفى كي صمت هذاك النهار لحقت 3 تاع العشيه رحت شربت شويه ما بتخبي على ماما، فهمتني؟ ماما فاقت لي قالت لي مالك ما تصوميش ما تكمليش باسكو صمت وعمت، فهمت؟ واحد زعما هكا نتوما كياكم صغار وتعطشوا ولا تكونوا صايمين وتعطشوا وكان تحط تشربوا الماء ونسيتوا بلي راكم صايمين يجوز لكم النهار، بصح الا عمت وتشرب الماء وانت على بالك راك صايم وعمت وشربتو صافي صيامك ماشي مقبول، فهمتني؟ الو خلفته لي الغد من داك، غد من داك كي صمت النهار كامل وانا راقده. ونشفى دارت لي كاس فيه الشربات فيه القرفه ودارت لي خاتم تاع فضه لداخل وجابوا لي لي كادو وداروا لي سهره في رمضان. هذا عندي سؤال وحده. زيد تسال. تحكي لنا على اول مبلغ مالي حصلتي عليه واش درتي؟ هاي دوكا نحكي لكم على اول مبلغ اللي تحصلت عليه. انا كي دخلت عند المخرج تاعنا تاع الفهامه دوكا نحكي لكم.
هديه يعني هذه مازال دوكا مع دارنا كي نحكوها ماما تموت بالضحك. اول ما بلغ تاعي انا ما كنتش على بالي شكون شحال فهمتني، ما كنتش على بالي كاع شحال نخلص. حنا في الفهامه بدينا بكلمات، بدات حصه كلمات، نتوما كنتوا واقيل مازال كاع ما نزلتوا، بدات حصه كلمات وموراها جات الفهامه. اول ما بلغ تاعي كان حنايا خلصنا كاشي، كل سمانه يمدلنا الكاشي تاعنا. انا اللي مهم لي شهر مدلي 12 مليون. انا كي مدلي 12 مليون انا ما فهمتش، رفدتهم ديتهم معايا في الصاك، لحقت لدارنا. انا ماما سي ديريكتريس دو بانك، ماما ديريكتريس دو بانك، كي لحقت للدار قلت لها ماما وخلصنا المخرج تاعنا، قالت لي ايه. رفدت الدراهم عطيتهم لها، قالت لي هادو مين جبتيهم كامل؟ قلت لها ماما هو مدهم لي. حكمتني شو زيرتني، قالت لي يا طفله واش راكي ديري؟ قالت لي انا شوي ديريكتريس دو بانك وعمري ما خلصت في هذا المبلغ. ماما هذاك الوقت كانت تخلص 5 ملايين، انا عطاني 12 مليون. ماما ما تشوكات، قالت لك نو بالك طفله، بالك دارتك شي حاجه ولا. قلت لها انا والله غير همد لي هادوما. انا ثاني كي مدهم لي ما سقسيتوش، عيطت له ماما وبابا في التليفون قالوا له دلال شحال ديت لها، اسكو هذاك خلاصها ولا سيكوا؟ قال لهم لا لا هذاك هو الخلاص تاعها، باسكو في الفهم احنا نخلصوا بالكاشي شاك سيمين. هذاك هو اول مبلغ تاعي اللي ديتو 12 مليون. ها آه ماما هناك غير في الفهامه ولا ما شفناكش فليسيتكم؟ يا عمري باسكو انت كنتي صغيرة ما شفتينيش. انا لعبت لي سيتكوم ولعبت لي فيلم سينما ودرت المسرح. طبعا دابا شنو هو اللون المفضل عندك؟ اللون المفضل عندي الازرق والاسود، هاني سوداء صفراء سوداء. تتزلى 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 يس. حبيت نسقسي بنتك. مالا مازال ماشي انت يا انيس. لعبتها لك. بابا دلال حنا نحبوك بصراحتك وباللي تهضري في الوجه. كيفاش تقول هكذا ما عندكش حشمه؟ واش حبيت تفهم؟ عندكش حشمه؟ عرفتي كي نهضر في الوجه؟ نهضر في الوجه قال لك الكلام في وجه الدواء. فهمت؟ تسمى تكون عندك حاجه في قلبك ولازم تخرجها. هيا قولي لي. حبيت نسقسي بنتك. سقسيها. سمينا كيما انتيا دحدوحه. كيفاش تعاملكم يماك في الدار؟ تعاملنا لغمه كيما كان وقفي لهنا وهضري مكمل تعصري في راك. تعاملنا كيما كامل لي زيلاف فول كامل لا فام تاعي تعاملني كيما لا شغل ضحكم ما كيفاش داير لكم نورمال. احكي لهم كنت نرجع في الدار ادري مرانا صح. تجي احكي لهم شي حاجه صرات لك معايا كل يوم. هيا وقفي هنا هنا هنا. جاي مرانا بتويو وكي تدخلوا البيت ما تلقاناش. نفد لهم تويو في الدار نخلعهم، على بالك ندير لهم في الدار؟ نشد لهم تويو ندير لهم غير الزف تاعو ندير لهم هكذا برك، وما غير يسمعوا الزفه هذيك نعطيهم ساعه شحطه. ما يفهموش ولا تنضربوا بالماء سخون ولا بالماء بارد، تويو يوجع. هذه يا خطره في لوتوغوت هي وخوها هبلوني هبلوني هبلوني. احكي لهم واش درت لكم. هبلناها خرجت هكا الناس يمشوا هي هبطت لينا ضربتنا بتويو، هي ضرب حنا نضحكوا لها. ضحكوا لي شوفوا تويو والبلغه يمشوا معايا في الساك. شفتهم داشون شفتهم شفتهم ومن بعد واش يديروا؟ انا غير درت بريمير انا بديت نمشي وما ميتين بالضحك قاولي تحكي. في الدار كي نزقي معاهم ولا ما يديروش عليا باسكو على بالهم نعاودوا لي معاهم نورمال. وكيفاش كان شعورك اول لما تسيف في الفازة؟ بكيت، ماشي بكيت يعني بالدموع، كي قابلتني الكاميرا هذا اول يوم. ما نحكيلكش على هذيك كيفاش بديت، هذيك حصه المخرج تاعنا لعبها لي، انا ما كنتش على بالي بلي تورني هو جوزني بالجمعه. نهار الاولاني اللي قابلت الكاميرا نشفى لها كنت نخزر هكذا في الكاميرا، الكاميرا مان كيما راهو السيد هذاك اللي راهو انفاس عليا خزرت هكذايا قعدت ندير هكذا بديت نشنف. قال لي المخرج دلال واش بك؟ قلت اخرجوا كامل وواحد ما يقعد معايا. قال علاه؟ قلت باسكو نحشم. قال لي بصح لازم حنا اللي نفيلمي. قلت لا لا ريقلي الكاميرا وخليني انا معاها. فهمتي؟ شفناك بزاف اعمالك الفنيه مع عمو حسن كركاش، اسكو كاينه شغل هكذا علاقه من الصغر ولا شفت ولا اخ ولا عاش معاك ولا شفت؟ دوك نقول لك حسن كركاش هذاك تربينا كيف كيف، ملي كنا صغار متربيين كيف كيف. حسن كانوا يقولوا البعض بانها الزوج تاعي، وانا حسن ماشي الزوج تاعي اخي زيد صح. دوك انا ما نسالكمش غير نتوما تسالوني. نورمال سالي كيما تحبي. قولوا لي كيفاش نتوما مع المعلمين تاعكم كيفاش يعاملوكم في القسم؟ عادي كيفاش كاع الاطفال نقصنا بزاف نقصنا
عندكم صعوبات في القسم واحد اللي ما يعرفش يقرا ولا يطبعوه للور ولا ما كاش؟ ومازال كاين الضرب في القسم ولا ما كاش؟ كاين. هذه انا نقولهم نورمالمون اونتي بيداغوجيك، دراري الطفل ما يتنضربش في القسم. هذه شحال من خطره نقولها، انا بنتي ضربتها الشيخه بتفيو، ضربتها للشيخه وماشي المعلمه تاعها، المعلمه تاعها غابت، جات وحده شدتهم ضربتها بتفيو. علاه؟ ما دارت والو، قالت لها طلعي تحرسي، طلعت تحرس. كي جات الشيخه قالت لها وريلي اللي هضروا، بنتي خبات عليها قرا معاها، قالت لها ما داروا والو، ايبا حكمتها هي ضربتها بتفيو. جات قالت لي انا تاني الفت شويه تويو من الدار، درتو في ساكي، رحت لمسيت قلت لها ديريكتريس وين راهي؟ قالت لي لا لا دلال ومنا وكذا، ما هدرت والو، خليت الشيخه كي خرجت لمسيت حكمتها ضربتها على رجلي بتويو. قالت تقول لي اه مدام بالك يا خويا لي زونفام يشوفوا يحا. قلت لها انت يا بنتي كي ضربتيها ما خممتيش على شعورها؟ الاصدقاء تاعها يضحكوا عليها وانا نضحك. قلت لها شوفي تزيدي تمسي بنتي، قلت لها انا نجي نضربك يا اخي هكذا. باسكو في القسم ولا في المدرسه ممنوع الضرب. الدري اللي يحب يقرا يقرا، بصح المعلم الا كان مع الطفل ماشي مليح، الطفل هذاك يولي يكره الماده هذيك، يكره الشيخه ويكره الماده هذيك، يكون يحبها يولي يكرهها. اكيد تضحكي شي راس. انا يا اخي نرعش، انا دي فوا ولاد الناس هكذا يا كي نشوف ولد في الزنقه هكا نقول له واش بك، يقول لي الشيخه دارت لي ولا فعلت لي، انا نروح ندافع بلا ما نعرف ما هي باباه. هيا قولي لي ها. عصفورين بحجر زوج. بابا لا شفتك بزاف في الجمعيات الخيريه كي تنشطي وكامل، ميم دي فوا ما تكونيش مبروغرام يا روحك باش تنشطي، ونشوفوك هكذاك وديري لنا لومبيونس سيغ سان وكامل وتفرحي الناس اللي رحنا لعندهم ليفالمون. تقدري دوكا تفرحينا حنا ثاني ودير لنا شعر او بقالات من عندك؟ نعطي لك، نعطيك وحده ليك لينا كامل. هاي السنة نعطي وحده تاع شيراز، هي اللي سالتني هذا السؤال، قال لك يا شيراز يا شيراز نحي عليك التخمام، الارض ربي واسعه وكبيره، لو كان جات بالمال نهضروا ونعطوك تدبيره، يا عيال الخير يبان عليك وربي نجحك ان شاء الله ويزول عليك كل الحيره ان شاء الله. تيسير، اعطوا هاد التفيقه نعطيكم الوحده ليكم كامل انتم الاطفال. نعطيكم بقاله بصح انت حنسرقك قلت نديك معايا ياك. هيا قولي لي كاش سؤال ومن بعد هذيك نعطيك بقاله تاعكم كاع. شنو هي الاكله؟ روحي لهنا انت يا روحي حندقدقك هي. وشنو هي الاكله؟ عاوديها لي بالشطحه. شنو هي الاكله تاعك؟ كيما قلتي لي كيفاك وشنو هي؟ شنو هي الاكله تاعك اللي تحبيها بزاف؟ الماكله تاعي اللي نحبها بزاف بزاف بزاف، لو كان نكون نصيب كل يوم ناكلها، نحب الزبيطي ونحب واسمها كليتلي، هدا واش نحب؟ ما تحبهاش. ماشي انا كان نصيب كل يوم ناكل كليتلي ولا زبيطي، هذا ما كان حار بزاف. نحب الحار. مونش تو تاكل كل الناس. سهيب ما عنده حاجه، هذه تاكل كلش، عندها وحده معاها تاكل الداخل. قلت لكم نعطيكم بقاله كامل ليكم. قال لكم يا اطفال زينكم فات الزين، وجمل المدارس قالوا هاد الاطفال جاهم منين، الله يحفظكم من العين ومن دوك الحسادين، وقولوا على رواحتكم امين امين. هيا قولي ليتيا. تاتا دلال حبينا نعرفوا هذوك البقالات اللي كنتي تقوليهم في الفهبه، انت كنت تجيبيهم ولا هما كانوا يعطيهم لك وتقوليهم واجدين؟ شوفي انا نكتب، فهمتي؟ الا كانت اغنيه نكتبها، الا كانت عندي وانا الالهام يجيني بزاف في الليل من الوحده وطلع، دي فوا نكون قاعده هكذا تجيني اينيدي نكتبها، ودي فوا البقاله ثاني نجيبهم انا من راسي، بصح وشنو لازم يكونوا بالقوافي، ندير بقاله بالقافيه وكل بقاله فيها المعنى ديالها، باش غدوه كي يسقسوني زعما هاد البقاله اللي ما فهموهاش انا نفهمها لهم بالدارجه واش ما حب يقول هاد البقاله. انا نكتبها. مليح. اها بابا دلال شكون هو الشخص المقرب لك في التمثيل؟ في التمثيل اسكو من الفرقه تاعي تاع الفهامه ولا كاع في التمثيل كامل؟ كاع المقرب ليا بزاف، ما عندي بزاف مقربين، ما نقدرش نفضل واحد على واحد. هيا شيرا. تاتا دلال اسكو الزوج ديالك كونتخ لهذا الدومين ولا هو اللي شجعك عليه؟
ماشي كونتر هذا الدومين. انا الزوج تاعي انسان يفهم بزاف، ماشي تاع اللي يقول لي ما تروحيش تخدمي ولا هنا كي رايحه ولا مع منا كي تخدمي، يعني با كونتر باسكو يعرف مرتو باللي داير فيك ثقه كبيره. هاني حنقولها لك، داير فينا داير فيا ثقه بزاف، وعلى باله بلي برا انا راجل ماشي امراه. واش حبي تقول لي نتايا؟ المفضله شنو هي الماده تاعك المفضله؟ واش من الماده تاع القرايه؟ نحب تربيه اسلاميه. ولا اللي تكرهيها؟ العربيه الفصحى، اللغه. كيفاش اللغه؟ اللغه ما نحبهاش. ولادي صفر في اللغه ثاني والو. اللغة والو ولادي خذوا ليا. وين هادي طاطا دلال؟ هاكي شابة هنايا طاطا دلال. هنا ولادك كانوا مازال ما جيبولكش راسك. هنا كنت ماشي مزوجة، وهادي الأولانية كنت ماشي مزوجة، كنت مازال ما نتزوجش. شحال في عمرك؟ مع دارنا 19 سنة. هادي مع المرحوم المخرج ياسين بن جملين، هذه تورناج في مستغانم. هذه وين؟ هذه من مسلسل سينما واسمه الانحراف. هذه ما عندهاش بزاف. شحال كانت تحل هذه؟ هذه في 2007. 2007 هذه، وماشي شعري هذيك بيروكا اللي كنت دايرتها. هذه هنايا الله اعلم كنت مع الزوج ديالي. شحال كانت في عمرك؟ مانيش عارفه هنايا، على بالي. لا ما هادي العام اللي فات في الصحراء عند لافامي تاعنا، عندهم الخيل وكامل، وانا كل عام ديسمبر تاعي نجوزو في الصحراء، واوت نجوزو في الصحراء. وهذه انا في شهر اوت نحب الصحراء، حيت بنت اوت نروح نشوف البحر. هادي قلت لكم عندي 19 سنه، هادي مع دارنا في الكومبين. حبيتي تسقسيني؟ راحو نشوفو الفقرات مونيكول مو مو مونيكول مو مونيكول مو مونيكول مو. اول يوم دخولي المدرسه كان شعري هكذا الاستون، رطب 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 مسك ماشي تشفيح. غاد داسني ماما، حنا كي كنا ندخلوا للمسيد كانوا عندنا طابليات اللي تقفلوا من اللور. ما كانش طابليه تقفل منا من اللور، تقفل ويديروا لنا باش ما تحلوهاش. ايوا ويديروا لنا الكارت هنا بالاسم وكامل. دخلت لحقت في الصف وطحت نقرا كايتيك مع بنات اللي يسكنوا معنا في الحومه. الوغ دخلنا كنا كاع صغار، هذا قدام هذا، هذا قدام هذا. انا اول دخول تاعي كنت فرحانه، اللي كانوا يقراوا معايا البنات كاع يبكيو والولاد كاع يبكيو، باسكو كيحطوهم واديهم وراحوا هما بداو يبكيو. انا كي حطتني ما بكيتش باسكو كانت اختي تقرا ديجا تما، وكي تجي للدار وتقول ماما باسيت، اني باسيت هذا العام، نقول انا واش باسيت والكره؟ انا على بالي زعما اللي باسيو، فهمتي؟ قلت ما نعرفش. ادابتيت نورمال في ليكول تاعي من سنه اولى، وليت كي يدوني المسيد ما نحبش نروح مع دارنا، نحب نروح وحدي ونجي وحدي، درت المسؤوليه لعمري وحدي. نروح عند البنات نطبطب لهادي 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 ونروحوا كامل كيف كيف. ودوك كاين معايا صديقه قالت معايا من السنه الاولى جورناليست راهي في الجزائر تاعنا، واسمها زكيه، زكيه مهدي. هادي صاحبتي ملي كنا صغار، ومازال للان للان اللي كانوا يقراوا معايا من السنه الاولى مازال عندي كونتاكت معاها. واش رايكم في هادي؟ حالة صحاباتي التالي قريت معاهم سنة أولى حتى سنة سادسة، ومن بعد رحنا حنا ما كناش نجيبو السيزيام، حنا كنا تم تم نصوتي سنة أولى. كانوا يضربوكم؟ قالوا الضرب ما نحكيوش، أنا بعدا تشيف ديريكت. هاي زيدوا تاني. صح يكون طاطا دايره، حبينا نتعرفوا هكذاك اشكو كنتي ديري الطوايشي اللي كنت دايره. حاله طابله طابله نقص فوق طوابل ما نكسبش نكذب ما نكذبش. انا ولادي دوكا كي يشكو لي منهم المسيد نزقي عليهم في الدار، كي نقعد وحدي نقول بصح انا كنت دايره اكثر منهم. طاطا دلال كانت عندك صديقه مفضله مازال كاين كونتاكت دوكا بينك وبينها؟ عندي. انا شوف انا من نوع من النساء اللي ما عنديش اصدقائي نساء، فوالا انا اصدقائي الرجال. عندي نساء، عندي حفيدة وعندي ليندا، هادوم هاد الزوج وجولهم تحية. هادي ليندا لانياس تاع طاطا عايدة كشود الممثلة، هادي اختي كبيرة،
غير قول فاميلتي نتحكى معها بكل حاجه. هذه شغل اختنا الكبيره في الدار وحفيده كذلك. شيرعز طاطا دلال نشكرك اللي حضرتي معنا النهار اليوم وماذا بينا تعطينا كلمه اخيره للحصه فرد فجائي ورانا فرحانين بالبزاف كي حضرتي معنا. انا فين راني فرحانه بزاف وهذه الحصه ما كنتش حابه نجي ليها ما عباليش كانوا عندي شغالات وكامل ومالك سيفت عليا وزادو بعد انا قلت لها لا نجي بصح كي جيت ما ندمتش فرحت وانا حابه نقعد معاكم مش حابه كاع نروح وعجبتوني الله يبارك عليكم والله نعود كل خطرة تجو نجي نشوفكم هكذايا. هيا نبداو. فهمة ديري هكا. فهمة جامي وليد الفقير يبدل جامي توجور في دال البطاطا هي صافي. جامي وليد الفقير يبدل جامي توجور في دال البطاطا يا صافي. امين يا فقير يموت عليك انتي. امين يا فقير وحير واش يدير.